سينيور سيليمون، الزم حدودك بجزمتك الحمراء دي. انت جاي في مكتبي تهددني؟ انا سعد التالي، انت مين؟ صدقني مستر سعد، انا مش جاي اهددك ولا احزنون. زي ما بتقولوا ما على الرسول الا البلاغ، انا جاي وحامل اليك رساله. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتولي السينيور زيك لابس لي باروكه؟ قلت لك 100 مره دي مش باروكه، ده شعر الاصلي، وهو ده سبب قوه المافيا، قوتنا الحقيقيه. انك تفضل متخيل ان دي باروكه مع انها شعر الاصلي. سينيور سليمون ولا لانشون، انت انا والساده المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزه من سعد التالي ايه. اي نعم انا رجل اعمال مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتيه الفظيعه اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه. مش عارف، انا كمان مش عارف، صدقني انا مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان انا مش طايقه، واني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي اعذبك فيهم ولا اطشلك ولا اطخلك، اوكن لك كل شر. كل شر؟ ايوه. يعني اعتبر ان انت جاي ناويلي على الشر؟ اكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف، حاجه زي كده يعني. يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تتعاون معاكم في ايه؟ في يعني هو انت لازم تحرجني؟ يا اخي خلينا بنتكلم مع بعض، بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ اوه حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفت، أخبار صفاء ووفاء إيه؟ إيه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ أنا أهلي يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي، رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده يا سعد بيه؟ عشان تفكر. تعالوا ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي ايه؟ رفقي يا سعد بيه. شوقت يا جماعه، انا قلقان، قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العواقب السليمه ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا فندم. ركزوا معايا يا جماعه، مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟ انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه؟ انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني في صفاء او وفاء، خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا؟ ايه ده يا سعد بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ أنا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا أخي. ممكن اتفضل اتفضل اتفضل. تعالى أنت معايا، هو أنتوا الاتنين خليكم في الشركة. كلم الراجل بتاع حواد السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش. فاهمين؟ حاضر. يلا يا مع السلامة يا سعد بيه. مع السلامة يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. you
أنا سعد التالي، أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروحوا للدكتور. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء 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 صفاء. صفاء أنا سعد التالي، أنت مين؟ وفاء لله يا سعد بيه. أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك وما قلكوش في حاجة وحشة، ألف شكر. احنا لقينا دي بعد الحد. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء كانت ملفوفة فيها، كانت مرمية على صخرة في أبو قير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يا صفاء اهدي يا حبيبي. أنت السبب، أنت السبب في اللي بيجرالنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك. يو نو أنت واحد نازك. أنا نازك؟ تعالي تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي يا أختي تعالي. إيه المسخرة اللي أنت لابساها في العزة دي؟ أنت جاي تعزي في رقصة؟ دي سمكة ومش أي سمكة، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود الدونتيل ده؟ ايه مش بتاع العزة؟ لا بسيبك من الاسود طالما كانت بتحبه. خليكي لابساه، اهدي بقى اهدي. اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انا ناوي يا صفاء. غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده. حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي عليا يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، ما تزهقناش بقى. مش فيك لوحدك، خلاص صوي. يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم. اشوفك. وفاء لله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مجدوف للاسماك. ونعم الرجاله. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالت لكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام. قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت، انا فهمت ارجوك. الكلام اللي قالته صفاء ده بقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟ وده الحاج كناني مندوب حلقه السمك. حاج مين؟ كناني. اهلا وسهلا. اصر يعزف صفاء في نفسي. شاكرين يا حاج ولحلقه السمك. ثانيه واحده، ثانيه. مين الاخ؟ اهلا وسهلا. دي جايه ليه؟ تعزف. تعزف مين؟ تعزف صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره، مش عايز ولا قطه تخش العزا. اتفضل بره. الجايه تعزي اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. استخص على القطط. ايه ده سعد بيه؟ مؤاخذه،
تشرفنا يا حاج تشرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا انت مؤاخذه لا مؤاخذه. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه داني اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده جايبه يحرق دمي. اطلع بره مش عايز قرب. ايه ده؟ ايه المواد القبيحه ديت والزفره دي؟ اذا كان في اباحه ولا زفاره فيهمنك انت. لا انا مش هسكت على العيال دي. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ على العيال دي. خد وامشي خد وامشي خد وامشي من هنا. خد يا حاج مجدي بلاش قرف. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع يا حبيبتي يا صفاء. يا غالية عليا يا صفاء. زهقتيني بقى زهقتيني بقى. انا صفاء الحوضة. اتنيلي بلا حب يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. يلا بره خد الولادي بره. تعالي هنا. انت خرجتي امتى؟ يا حبيبتي يا صفاء. الله العظيم يا رب. يا لهوي يا لهوي. راعوا احساس يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. شيل يلا. اصيل يا سعد بيه. ما تخرجنيش بايدي فاضيه ابدا. سلام. اهدي يا مدام. خدها بدل ما اطلعها. يلا صفاء كانت غالية علينا كلنا. اتفضل الولية ماشية ازاي في العزب؟ بتستفزني. نورت يا حاج. واحد الله واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم فرد فرد وكل صيادينها رجالة. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء.
بعض بيشوفوا سوا بالثانية عيني مسلسل الساعة سبعة عاشق 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 يا ناس الفيديو وبعت الديفيدي بعت الديفيدي بعت الديفيدي والراديو